طيب في الحقيقة من ساعتين كده بالظبط الدنيا قامت ما عادتش بسبب محمد صلاح وتوابع الإعلان عن جوائز ذا بيست بالأمس من الفيفا، واللي كسبها طبعا ليونيل ميسي، وجي في المركز الثاني فان دايك، والمركز الثالث كريستيانو رونالدو، والمركز الرابع نجمنا الكبير محمد صلاح. المركز بالمناسبة مركز كويس جدا، السنة اللي فاتت كان هو الثالث، السنة دي هو الرابع، إذا هو لسه في المنطقة دي محمد صلاح، حتى لو مستواه قل شوية عن أول موسم ليه مع ليفربول واللي أدى لفوزه بالمركز الثالث. لكن في كل الأحوال الموضوع حصل وخلص. القصة بقى في إيه دلوقتي؟ القصة إن تم اكتشاف إن المسؤولين أو اللي يحق لهم التصويت على جائزة ذا بيست المصريين بالتحديد أصواتهم ما راحتش للفيفا. هنا السؤال، ازاي الاصوات دي ما راحتش للفيفا رغم ان المفروض المدير الفني لمنتخب مصر والمدرب او عفوا وكابتن الفريق للمنتخب وايضا صحفي مصري هم اللي يدوا اصواتهم عن مصر للفيفا في التصويت ده؟ طيب في بعض الاراء المتضاربه وفي بعض الكلام المتضارب ما بين المسؤولين، يعني مثلا كابتن هاني رمزي مدرب عام هو ما يحقش ليه التصويت، لكن هو قال لك ايه؟ قال لك احنا اصلا ما حدش طلب مننا ان احنا نصوت في اي حاجه، اي عنصر من الجهاز الفني او من اللاعبين ان هو يصوت في الجائزه دي. في المقابل احمد المحمدي كابتن منتخب مصر قال لك ايه؟ قال لك لا، انا في نص شهر اغسطس اللي فات انا صوتت لمحمد صلاح، والترتيب كان كده، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ده بالنسبه ايه؟ لاحمد المحمدي. في نفس الوقت تلاقي كلام مختلف، في صحفي مصري اسمه ايه؟ اسمه هاني دانيال، ده ما صوتش اصلا محمد صلاح، هو حط محمد صلاح في المركز الثالث وصوت في البدايه لساديو ماني واعتقد كريستيانو رونالدو المركز الثاني. تمام، ده اللي حصل. رغم ان المفروض في كل الاحوال، في كل الاحوال هي اراء بتبقى شخصيه بالمناسبه، اراء شخصيه للي بيحق ليهم هذا التصويت، لكن برضه انت مصري يعني. وبعدين هو لعيب مش قليل محمد صلاح، يعني ما انت تدي صوتك لمحمد صلاح هيفرق معاه في الترتيب، الرانكينج بتاعه هيفرق، يعني ممكن لو ما كانش رابع كان ممكن الله اعلم حسب التصويت يبقى الثالث ولا الثاني يعني. كان صعب ان هو يبقى اول في هذه الجائزه، ميسي هو اللي خدها، رغم برضو ان ناس كتير جدا وانا منهم في الحقيقه، رغم اقتناعنا التام، مش اقتناعنا، اسطوره من اساطير الكوره في التاريخ ليونيل ميسي، لكن البعض بيقول لك ان فان دايك هو اللي كان احق ان يفوز بهذا او هذه الجائزه هذا الموسم. لكن في كل الاحوال المشكله حصلت في ايه بقى دلوقتي؟ ان محمد صلاح بعد ما عرف التصويت من مصر ان مفيش اصلا حاجه وصلت من الاتحاد المصري لكره القدم في هذا التوقيت للفيفا، فبالتالي اصوات مصر اتلغت، وبالنسبه للصحفي هاني دانيال التصويت بتاعه راح، فبالتالي كان حاطط محمد صلاح المركز الثالث، فمحمد صلاح زعل، فلما زعل شال التعريف بتاعه او ان هو لاعب في منتخب مصر من على الصفحه بتاعته على تويتر. فالبعض قال لك بقى ايه ده؟ ازاي صلاح يعمل كده؟ يعني ايه اللي عمله محمد صلاح؟ دي كارثه، والدنيا قامت ما عادتش بسبب ان محمد صلاح عمل كده. لكن في كل الاحوال خلينا نسال اسئله مع بعض، هل محمد صلاح ليه حق انه يزعل؟ بصراحه ليه حق انه يزعل. موضوع ان الاصوات ما راحتش ده لازم يسال فيه الاتحاد المصري لكره القدم، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هو دلوقتي فوتبولر فور ليفربول اف سي، فبالتالي كان مكتوب ان هو ايضا لاعب في منتخب مصر الوطني، فهو شايل لاعب في منتخب مصر وبقيت هو بس لاعب في ليفربول. فالكتير قال لك ده معناه ايه بقى؟ كل استنتج قال ان كده محمد صلاح بيعتزل دوليا يعني. وفي نفس الوقت خليني اقول لحضراتكم ان في بعض الصفحات الاوفيشال الحقيقيه لكل نجوم العالم مش بشرط بيبقوا كاتبين هم بيلعبوا فين او مع منتخب ايه ولا كلام من ده، مش شرط خالص يعني بالمناسبه. لكن في كل الاحوال طالما هو كان حاططها وشالها يبقى معنى كده ان هو زعلان. ليه حق انه يزعل؟ اه ليه حق انه يزعل. بالمناسبه هو نزل ايضا تغريده اتكلم فيها هنعرضها لحضراتكم اهي. حاولوا مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا. طيب ده معناه ايه؟ ان هو بيرد على الناس اللي استنتجت بعض الاخبار واستنتجت بعض الامور اللي بتؤدي ان محمد صلاح ممكن يكون اعتزل دوليا وان محمد صلاح زعلان وكمان، لكن هو زعلان، هو زعلان، لكن في نفس الوقت هو مش غضبان من المسؤولين في المنتخب او في الاتحاد المصري لكره القدم او كلام من ده، يعني الموضوع مش مؤثر بالنسبه له على منتخب مصر، لكن حقه انه يزعل.
ففي كل الاحوال الموضوع غريب. الغريب بالنسبه لي ايه؟ ان ليه اصوات مثلا المحمد دي قال انا صوتت لمحمد صلاح، ليه ما راحتش للفيفا؟ ليه ما وصلتش هناك؟ ايه اللي حصل ساعتها؟ هل ان احنا عشان ساعتها ما كانش عندنا اتحاد كوره اصلا؟ طب هل عشان ما كانش عندنا مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم او للمنتخب عفوا؟ دي كلها تساؤلات ممكن تكون منطقيه، لكن في نفس الوقت كان في مدير تنفيذي الاتحاد المصري لكره القدم في هذا التوقيت، كان ممكن ان هو يرسل نتائج التصويت الخاصه سواء بالمدير الفني اجيري او بالمحمدي. حته ان دانيال هاني دانيال الصحفي ما صوتش لمحمد صلاح، في كل الاحوال خلينا نقول لحضراتكم ايه، ان الموضوع بيتعلق بوجهه نظر كل شخص. يعني هو وجهه نظره كده، رغم ان انا اشك ان هو ليه في الكوره، مع احترامي وتقديري ليه بشكل كامل يعني. اكيد مالوش في الكوره. ففي توابع لهذا الموضوع عايز اقولها لحضراتكم. اتحاد الكوره بعت خطاب للفيفا بعد هذه القصه، وبيستفسر من فيفا عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري. وهقرا لحضراتكم الخبر عشان يبقى ايه في الصوره. قرر الاتحاد المصري لكره القدم فتح تحقيق لمعرفه ملابسات تصويت مصر في مسابقه الافضل على مستوى العالم والسبب الذي ادى لعدم اعتماد صوت مصر. في الوقت نفسه ارسل الاتحاد المصري لكره القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكره القدم عن الواقعه، وكان الاتحاد المصري لكره القدم قد ارسل صوتي مصر الى فيفا رسميا يوم 15 اغسطس وقبل 4 ايام من الميعاد المحدد، وتم تاكيد تسليم استماره التصويت ده على حسب بقى خطاب ايه الاتحاد المصري او حسب الخبر اللي احنا بنقراه دلوقتي يعني. وتم تاكيد تسليم استماره التصويت من قبل فيفا في اليوم الاخير للتصويت الموافق 19 اغسطس، وقبل تسليم اللجنه المكلفه باداره شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار فيفا بتشكيلها يوم 20 اغسطس. يعني قبل ما يتم تشكيل اللجنه كان كل الامور ايه اتبعتت والدنيا تمام. قام بتصويت عن مصر الكابتن او كابتن المنتخب الوطني هو احمد المحمدي، وكمان بيقولوا ايه هنا، بيقولوا ان الكابتن شوقي غريب هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي هو اللي ايه اللي صوت وادلى بصوته في هذه الجائزه، ده خصوصا ما كانش فيه مدير فني لمنتخب مصر في التوقيت ده، منتخب مصر الاول يعني. ده توضيح من الاتحاد المصري لكره القدم. في المقابل رابطه النقاد الرياضيين، وهو بقى فيما يتعلق ايه بموضوع صحفي، لان هو بيحق ايه ان انت بيبقى عندك المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب هم اللي بيصوتوا، وعندك صحفي مصري هو اللي بيصوت في كل انحاء العالم يعني في كل دوله. فرابطه نقاد الرياضيين كمان ارسلت لقسم الاعلام في الفيفا، قلت لهم يا جماعه الراجل اللي صوت عندكم ده مش عضو رابطه النقاد الرياضيين، فاحنا بنطلب من حضراتكم ان انتوا لما تيجوا تبقوا عايزين حد من الصحفيين احنا نرشحه عشان يدلي بصوته في هذه الجائزه، خصوصا ان هي جائزه مهمه، ما تجيبليش حد هو مش عضو رابطه اصلا، وبالتالي هو الواضح ان هو صحفي اصلا غير رياضي، احنا كلنا اول مره نسمع عنه، فما نجيبش حد اصلا مش متخصص في الرياضه ويقول اي اسم، رغم انه حتى لو مش متخصص في الحقيقه في الرياضه يا اخي ده مصري يعني محمد صلاح. انا بتكلم بعاطفه شويه، وفي الاخر احنا بنطرح اراء وراينا احنا مش فرض على حد، كل واحد من اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا دلوقتي ليه رايه هو حر فيه، وممكن يكون اصح مننا بالمناسبه، احنا مش صح، مش شرط ان احنا دايما نكون صح، قد نصيب وقد نخطئ عادي، لكن احنا بنطرح الامور. فحتى لو انت مالكش في الكوره اصلا ولا في الرياضه، ابن بلدك بينافس على جايزه كبيره جدا، احسن لعيب في العالم، حاجه جامده قوي يعني بنعيشها الموسم الثاني على التوالي ما كناش مصدقين. فاديله يا اخي صوتك. مش عارف هو بناء على ايه عمل كده في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال الموضوع كبر فجاه، وبتويته محمد صلاح اعتقد انه انتهى، لان الكلام كان كتير والهجوم كان شرس جدا على محمد صلاح. بس في نفس الوقت انا بستغرب شويه على محمد صلاح. طب انت يا محمد التوقيت اللي شلت فيه انك لعيب في منتخب مصر، ما هو التوقيت جاي على طول بعد الجايزه امبارح، وبعد ما اتعرف مين صوت لمين ومين عمل لمين، وبالتحديد فيما يتعلق بمصر يعني. طب ما انت لما تشيل التعريف بتاعك انك لعيب في منتخب مصر وتسيب انك لعيب في ليفربول بس، طب ما هو ده طبيعي هيبقى فيه تساؤلات. بالمناسبه انا من اكتر الناس اللي دافعت عن محمد صلاح امام ايام بطوله الامم الافريقيه، وناس كتير انتقدت الموضوع ده، لكن انا كنت مقتنع ساعتها ان احنا لازم ندافع عن محمد صلاح عشان كان واجب وطني. فشلنا فيه في الاخر للاسف لاسباب عديده، لكن في كل الاحوال كان لازم ادافع عن ابن بلدي. ده كان رايي.
بالمناسبه رايي مش راي قناه ولا راي حاجه، عشان الناس ساعات بتقعد تاخد الموضوع، لكن في كل الاحوال انت يا محمد بصراحه اخترت التوقيت الغلط انك تشيل دي. لو انت عايز تشيلها عادي، كان لو شلتها قبل القصه دي محدش كان هياخد باله. فبرضه التصرف غريب محمد صلاح، وبعد كده تروح منزل تويته تقول مهما حاولوا ان هم يكرهوني ولا مش عارف ان هم حبي ليكي ومش عارف ايه وكلام من ده. بترد على نفسك حاجه غريبه بصراحه. برضه ده تصرف غريب محمد صلاح، انا مش بهاجمه ولا حاجه، بس في نفس الوقت في حاجات منطقيه لازم نتكلم فيها. لا ما كانش ليها لازمه، الدنيا قامت على طول بسبب اللي محمد صلاح عمله. لكن في كل الاحوال هو هيفضل ابن مصر محمد صلاح، وهيفضل احد النجوم التاريخيين اللي ما حدش هيقدر ينساهم على مدار تاريخ كره القدم في اجيال كتيره جدا جايه، هو محمد صلاح على غرار اسماء كتيره حفرت اسمها من ذهب في سجلات الكره المصريه يعني والرياضه المصريه بشكل عام. هنفضل نسانده وهنفضل ندعمه، ده شيء مؤكد. ليه؟ مش عشان هو محمد صلاح، لا، عشان هو لاعب مصري بيلعب بره مصر، ولما بيتقال ان محمد صلاح جاب جون بيقولوا الايجيبشن كينج، والاغنيه الشهيره اللي عارفينها في جمهور ليفربول. هو ده هدفنا كلنا كمصريين، ان اسم مصر دايما يبقى فوق، دايما يبقى عالي، عشان كده هنساند محمد صلاح. تختلف او تتفق مع تصرفاته، رغم ان هي تصرفات مش عايز اقول ان هي ملهاش علاقه بالجانب الاخلاقي، لا هو لعيب مؤدب ومتدين ومميز جدا في الحقيقه، لكن تصرفات بيبقى في اختلاف من البعض عليها، هل هو صح هل هو غلط؟ اختلف واتفق براحتك، ده عادي. الراي في الاخر الاول وفي الاخر ليك انتوا كجماهير الكره المصريه، لكن في نفس الوقت احنا بندعمه عشان هو لاعب مصري. التصرف غريب بالنسبه لي، والاغرب من كده ان اصوات المدرب سواء بقى كابتن شوقي غريب او اجيري، بس هم بيقولوا شوقي غريب ومحمدي، ان هي ما وصلتش الفيفا، والاغرب واللي اغرب كمان الصحفي المصري اللي ادلى بصوته، حاجه غريبه جدا في الحقيقه. لكن في كل الاحوال ازمه، واعتقد ان هي خلصت سريعا، ونتمنى ان الامور دي ما نقفش عندها كتير يعني.